للمتسابقين في هنا الشباب أصحاب مشروع كليم نهى طاهر وإبراهيم شمس من القاهرة. ليه جيتوا هنا هنا الشباب؟ جالي كاونتر أوفرز والناس كانت يعني بتقعد تقول لنا فكر بالعقل وانت لسه مخلف وانت ماشي كويس وبتترقى بسرعة وفي 5 سنين وصلت لبوزيشن كبير. كليم اللي بيتباع في اليابان ذوقه وشكله غير اللي هتعرف تبيعه في أمريكا، غير اللي هتعرف تبيعه في ألمانيا. والمشروع الثاني اللي بيقدم حل لمشكلة المكفوفين هو مشروع فيديتوري. كل الكلام ان انا همسك الورقة وادوس على الزرار هنا هيبدأ يشوف الكلام المكتوب. لازم تشوف انت فين من اللي بيحصل في العالم، ما تقوليش انا ارخص. ان احنا بنتارجت بلايند بالطريقه باليوزر اكسبيرينس بتاعته، اليوزر اكسبيرينس هتلاقي بتاعت برودكتس ثانيه مختلفه. انا كنت متعاطف على بصراحه نيه المشروع حاجه كويسه، بس انا لو في الجامعه ما اسيبش جامعه على حاجه زي كده. اندرو سعد طالب الطب من شبين الكوم. المعلومات ممكن تبقى في شكل الورق الكتير اللي ورايا دوت، تبقى في مستشفى واحده او في عياده. عشان كده كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنخزن بيانات المريض على كارت. الشخص بتاع الاسعاف لما بيجي بيفنيه قاعد ساكت ويقيس له سكر ويقفل الجرح ويروح المستشفى، وبعد كده هم كمان ما يبقوش عارفين عنه حاجه. عايز تقولي ان حد هيقف بالموبايل وانا واقع مغمى عليا يطلع كيو ار كود ويطلع بياناتي؟ لو عايز تسيب عربيتك ومعكش فلوس تاخد تاكسي او تركب اوبر او كريم، مفيش حل غير المواصلات العامة. هل في حل تاني؟ تعالوا نشوف بقى أصحاب المشروع الرابع ده هيقولوا إيه. حد يسيب دبي ويجي يعمل القصة دي؟ I want to build an empire. الهدف من اللي احنا بنعمله ده ان احنا عايزين نعمل شبكة مواصلات متكاملة. الشبكة دي بتقدر توصل بين شبكات المترو، بتقدر توصل للمدن الكبرى وتدخلها في بعضها، فتقدر توصل أي حد من أي حتة. مش شايف ان ده حلم صعب شوية؟ كريم أو أوبر الموديل ده بيكانبلايز الموديل الاصلي بتاعه. اكتر ميزه عملها اي جي بانك انهم لو عايزين تتجوزوا واحده بنتي موجوده. لازم اقول ان ده نموذج الشباب اللي فعلا يفرح ان هو يعني سواء المشروع نجح يعني وافقنا عليه او ما وافقناش، بس في النهايه انا بتكلم عن فرق. انتوا راجعين في مصر في وقت صح، وجا وقت النتيجه وكلنا منتظرين المتسابقين والحكام. وانا بصراحه خد نفسك كده وفكر، التاني هو كليم. كليم يبقى اللي كسب. برافو. يبقى اللي كسب هو سويفل. صدقوني اللي بيكسب مش بس اللي بيكسب الجائزة الأولى، ولكن كل هؤلاء الشباب فائزين لأنهم مش بس معانا كنا الشباب، لكن لأنهم الحقيقة عندهم أفكار وعندهم طموح وعندهم أمل، وهو ده الشباب اللي احنا عايزين نبني عليه المستقبل.